أمر آخر، الإمام الحسين كان يعرف أوضاع الكوفة، لكن كان لا يسعه إلا أن يقوم بنهضته. نحن لا نعرف بالتأكيد وبالتفصيل ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نعرف أن الإمام الحسين عرف أن جده المصطفى عندما واجه قضية الوحي للمرة الأولى وقال زملوني زملوني، نزل عليه يا أيها المزمل. فإذا هنا الإمام الحسين كان لا يسعه إلا النهضة والقيام بتبليغ رسالة جده، وكلنا يعلم أن دمه أنار وما زال ينير الطريق لجميع المظلومين، ليس فقط في ديار المسلمين وإنما في العالم أجمع. فضيل الدكتور، وأطلب من أخونا من أخينا هذا. نعم يا سيدي.